أيها الإخوة المسلمون، الإنسان في الدنيا بين حالة تولي أو تخلي، إما أن يتولاه الله، وإما والعياذ بالله أن يكون من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فيدخل في كارثة التخلي، تتخلى عنه العناية الإلهية ويصبح إلهه هواه، ويضله الله على علم، ويظن أنه يستطيع بعقله أن يحقق لنفسه سعادة أو أن يحقق لنفسه أهدافا. لكن إذا تولاه رب العباد عز وجل، هنا قد تقل الأسباب ولكنها تكون صادقة، ويأتيه بعد ذلك كرم الله وفضله، ثم تنتج الأحداث أمامه فرجا بعد شدة. هذا نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الإنسان في زاوية يتعجب، 1000 سنة إلا 50 عاما، 100% كان في كل يوم كما يدعو قومه إلى التوحيد وإلى الاستقامة، كان يدعو لولده وزوجه أن يهديهما رب العباد عز وجل، لكن في المحصلة ما آمن معه إلا قليل، حتى ولده الذي هو من صلبه، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، إذا بهذا الولد هذا الابن العاق يركب عقله وينتطي صهوة هواه، فماذا صنع؟ حال بينهما الموج فكان من المغرقين. لكن الإنسان يتعجب عندما ينظر إلى النداء الإلهي لنبيه نوح أن يصنع الفلك، وقال احمل فيها ولم يقل له احمل عليها. لو كان احمل عليها إذن سفينة بدائية ليس لها إلا مستوى واحد كالمركب الصغير التي يركبها أي إنسان، احمل فيها أنها عبارة عن طبقات، في هناك الحيوانات وسائر الطيور والنخب من المخلوقات ثم البشر. فلما قال لو احمل فيها أسلك فيها، فسلك فيها سيدنا نوح بهذه السفينة العملاقة المصنوعة في هذا الوقت، ويتعجب قومه كلما مروا عليه سخروا منه. ما مصدر السخرية؟ لا تدشن السفن في الصحراء، ولا تدشن السفن بعيدا عن الشواطئ، تدشن سفينة قريبة من البحار، قريبة من المياه، قريبة من الشاطئ، لكن يتعجبون كيف يدشن سفينته في هذا المكان. هنا قانون التولي، وهي تجري بهم في موج كالجبال، هذا قانون التولي. تولاه رب العباد عز وجل ثم استوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. إذا تولاك رب العباد عز وجل صار الليل البهيم صباحا مشرقا، وإذا تولاك رب العباد عز وجل انتظرت الفرج كنوع من العبادة، وإذا تولاك رب العباد عز وجل ولم يجب دعوتك فاعلم أنه قد أجاب دعوتك، لأنه في حالات معينة إن استجيبت دعواتك التي تريدها أنت وتلح عليها أنت ربما يكون فيها هلاكك، لكن الله يعطي بقدر. ويضرب المثل ببساطة، أنت تعطي ولدك نفقة مثلا أو مصروفا شهريا، ربما من عقوقه وجموده لا يسأل عنك إلا قبل نهاية الشهر بيوم أو اثنين، كيف حالك يا أبي؟ إن شاء الله تكون بخير، كيف حالة الضغط عندك؟ كيف الكوليسترول؟ كيف السكري؟ وهكذا، لأنه ينتظر منك هذا النوال. لكن الأب الناصح والذكي يعطي ولده نفقة يومية حتى ولو كانت يسيرة، فينتظر فرج الله عز وجل عليه، أو سعة عطاء الوالد له، عندئذ
يكون على صلة مستمرة بأبيه. فرب العباد إذا لم يجب دعوتك فاعلم أنها فيها استجابة دعاء. لماذا؟ الله عز وجل يريد أن يقول لك إني أنا الله رب العالمين، مهما صنعت يا نوح لن يدخل ولدك الدين، لن يدخل ولدك إلى الإسلام، لن يدلف ولدك ولا زوجك إلى الهداية، لأن رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يهدي. إذا وقف العبد منا على باب هداية الدلالة يعطيه الله سبحانه وتعالى هداية الإعانة. أما الذين لم يقفوا على باب الدلالة أصلا ما يعطيهم رب العباد، لأنه يريد أن يقعد القواعد وفق منهجه هو ووفق تفكيره هو، فيريد مثلا أن يقسم الميراث كما يريده هو لا كما أراد الله، يريد أن يصنع أمرا لم يرده الله عز وجل ولا رسوله، لكن يريد أن يصنع من حياته فيعيش هذا الإنسان في مشيمة الطبع، ومشيمة الطبع مظلمة. لكن إذا ارتفعت وارتقى قلبك وارتقت إيمانياتك إلى أنوار الشرع، عندئذ إذا أضيئت أنوار الشرع أمامك وافقها الطبع. أم الكريم ماذا صنعت؟ الشرع يقول اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم يلقيه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو لك، هذا هو الشرع. طبعها كأم، كيف ولدي على كتفي، كيف ولدي في حضني، كيف ولدي تحت رعايتي، أن ألقيه هكذا؟ أنا خائفة من من؟ خائفة من فرعون. لكن الشرع ماذا يقول؟ ألقيه في اليم وربما يأخذه فرعون. قدمت شرع الله على طبعها الإنساني، شرع رباني طبع إنساني، نحت الطبع الإنساني جانبا وقدمت الشرع الرباني. فلما ذهب إلى قصر فرعون الذي قتل من بني إسرائيل ما قتل، عندئذ يقول له لسان القدر يا فرعون لن يربى موسى الذي أنت خائف منه ومن أمثاله إلا تحت رعايتك وفي قصرك. على مدار 30 عاما يفهم سيدنا موسى كيف تعيش القصور، كيف يعيش الظالمون، كيف يعيش هؤلاء المناكلون لربهم، حتى خبر نفسياتهم. فإذا عاد إليهم بعد 10 سنوات أدرك طبائع شخصياتهم ومفاتيح قلوبهم فصدع بأمر الله سبحانه وتعالى. إذن أم الكليم ألغت طبعها الإنساني، الطبع الأمومي، الرحمة التي ربما ليست في مكانها، وقدمت الشرع الرباني الذي في ظاهر الأمر ضد الطبع الإنساني. ماذا صنع الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ هذا شرع رباني أن يقول له رب العباد اذبح ولدك، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، هذا شرع رباني. الطبع الإنساني، الإنسان يخشى على ولده أن يجرح أو أن يجرحه أحد بكلمة أو هو أو أي شيء، ولكن عندما يقدم الربانيون الشرع الرباني على الطبع الإنساني تنضبط جوارحهم وقلوبهم ويقينهم في الله سبحانه لتكون الثمرة الفرج بعد الشدة. فلما أخذ ولده عند الجمرة الصغرى أراد إبليس أن يشوش عليه فصار يكبر ويغذف جبريل بالحجارة، فلما لم يجد بد من أن يهرب من إبليس ذهب إلى الجمرة الوسطى، إبليس خلفه، يا إبراهيم هل جننت؟ هل خرفت يا رجل؟ تذبح ولدك؟ تذبح فلذة كبدك؟ هكذا الطبع الإنساني مع وساوس الشيطان، مع الهوى، مع غلبة هذا الظلام من الشرع، من الطبع الإنساني، يأخذه الخليل عند جمرة العقبة الكبرى. ما بين هذه الجمرة وتلك الجمرة عدة أمتار الفرج بعد الشدة. ألغى سيدنا إبراهيم الطبع الإنساني وشجعه ولده يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أيقن وترك سفينة توكله على رب العباد سبحانه وصار مع ربه، كما نقول دائما إن أردت أن تعرف صدق توحيدك في الرزق وفي غيره فكن مع الله
كالصبي الرضيع مع أمه، الرضيع يأخذ الرضعة السابعة صباحا لا يحمل هما لأنه لا يدرك الرضعة الثانية بعد ساعات، ولا يحمل هم رضعة الليل، ولا يحمل رضاعة الغد، إنما هو عند أم ترزقه بهذا الحليب أو بهذا الغذاء. إذن أنت كن مع الله هكذا، وفي السماء رزقكم وما توعدون. ما بين أخذ إبراهيم لينفذ أمر الله عند الجمرة الصغرى، وما بين نزول الكبش بالفرج بعد الشدة عند الجمرة الكبرى، لحظات قليلة لا تأخذ دقائق معدودة. الإنسان يجب أن يسلم قلبه لرب العباد سبحانه وتعالى. إذن ينظر الصديق من داخل الغار ويقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. هذه نظرة الإنسان عندما يرى من ثقب عالم الشهادة الضيق. الكلام الصديق صحيح، لو نظر أبو جهل تحت أقدامه لرأى 3 أو 4 أمتار يجلس الرسول مع صاحبه، لو نظر هو صادق فيما يقول، لكنه ثقب الشهادة الضيق. عالم الغيب الواسع الذي يراه الكبار كرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. هذا ثقب، هذا أفاق عالم، أفق عالم الغيب، عالم الغيب الواسع وعالم الفرج بعد الشدة. هكذا كليم الله موسى: إنا لمدركون. وفي أول وآخر مرة يصدق بنو إسرائيل مع موسى: إنا لمدركون. هذه حقيقة، البحر أمامهم وفرعون وجنوده من خلفهم. فماذا يقول موسى؟ قضية إنا لمدركون قضية حقيقية، هذا ثقب عالم الشهادة الضيق. أما آفاق عالم الغيب الواسع قال: كلا. لماذا؟ إن معي ربي سيهدين. رب العباد سبحانه وتعالى ليس بعد العين أين. لا تسأل نفسك ما العلة، ما الحكمة، هكذا وهكذا. الإنسان تختبئ منحته داخل محنته دائما 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 وأبدا. كل محنة تمر بك على المستوى الشخصي، المستوى الأسري، المستوى العائلي، مستوى الدولة، مستوى العالم كله، كل محنة حامل في شهرها التاسع بمنحة كبيرة. لكن انتظار الفرج نوع من العبادة، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. واصبر لما دبر لك. ودخل الرجل الصالح المسجد فرأى رجلا واضعا خده على كفه حزينا ككثير من الناس: ما لك؟ قال: هموم وديون لزمتني، كما اشتكى أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: هل يجري شيء في هذا الكون على غير مراد الله؟ قال: لا. قال: هل حزنك على هذا الأمر يزيل هذا الأمر نفسه؟ قال: لا. هل صبرك على هذا الأمر يخلقك؟ قال: أحيانا. قال: هذا لقلة يقينك، وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله سبحانه وتعالى عندما تطرق بابه، الله ليس له باب وليس عليه بواب، إنما المسافة بينك وبينه إنما هي دعوة مستجابة. سيدنا نوح بكلمات 4: رب إني مغلوب فانتصر. هذه كلمات 4. قال: رب إني مغلوب فانتصر. هذه كلمة استنطر بها فرج السماء، وجاء الفرج بعد الشد، ففتحنا أبواب السماء. لم يقل رب العباد فتحنا السماء، وإنما أبواب السماء تدل على الاندفاع. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. من جعل يقينه بالله وسفينة يقين قلبه في التوحيد برب العباد سبحانه، وأخلص التوحيد لله سبحانه وتعالى، عندئذ لا تخيب أبدا أمانيك. إنما الأماني مع اليقين بالله يقين كامل. وإنما الليل البهيم في المشكلة وفي المعضلة مع الله عز وجل ضحى منير. الله عز وجل إذا أراد أن يخلصك مما أنت فيه إنما أمره كن فيكون. أيوب عليه السلام يخرج من 20 سنة شل الرباعي، لا يد لا رجل لا حركة، سبحان الله، وزوجه تخدمه وتعمل عند الناس. عندئذ كان العلاج والشفاء عند سيدنا أيوب على بعد 0.5 متر منه.
نصف متر، لكن لم يكن جاء الإذن بالشفاء بعد. فلما جاء الأمر الإلهي اركض برجلك، كيف يركض ورجله شلاء؟ كيف يتحرك وهو لم يتحرك من سنين؟ لكن اركض، جاء الأمر الإلهي. إذا بالحركة تبدأ، الفرج بعد الشدة، ثم نبع الماء، الفرج بعد الشدة، ثم اغتسل، هذا مغتسل بارد وشراب، شرب واغتسل. جاءت زوجه لتسأله: هل رأيت أيوب؟ ما عرفت، لقد دبت نضارة الشباب في جسده، لأن الله إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. هذا سيدنا نونس ذا النون ذهب مغاضبا، فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما بين هذه اللحظات بأيامه أو بالمدة التي قضاها في بطن الحوت، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، عندئذ لما أتى فرج الله عز وجل إذا بالحوت يلفظه على الشاطئ، وينبت الله عليه شجرة من يقطين حتى لا يجتمع الذباب عليه، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. ما بين لحظات هذا الاعتقال العجيب الذي لم يحدث في التاريخ لا من قبل ولا من بعد، وهذا الفرج الذي يحدث بأن يسلم هؤلاء له، ويعود قومه يؤنبون أنفسهم كيف كفرنا بيونس، فدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا. فالله عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. أحبتي في الله، لا تنظروا إلى الأسباب التي يطلقها العالم هنا وهناك. القلة المؤمنة الصابرة تهزم عالما بأسره. لو رأيت هذه القلة بهذه الآلاف المحدودة أو المئات المحدودة تهزم ما يقرب من 3 مليارات شخص إذا أضيفت الدول التي تهجم عليهم وتريد بهم شرا. لكن الإنسان كما يقال دائما ونعلم دائما: إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. إذا كسبت جانب الله فقد كسبت كل شيء، وإذا فقدت جانب الله فقد فقدت كل شيء، ولن يعوضك شيء، لن يعوضك إلا توحيد خالص لله رب العالمين. ما عليك إلا الدعاء، ورب العباد وعدك بالإجابة، إما أن يعجل لك، وإما أن يؤجل لحكمة، وإما أن يدخر هذا ثوابا لك يوم القيامة. فكن مع الله عز وجل عبدا بذل العبودية وعز الربوبية، بذلة المفتقر وعزة المقتدر. المقتدر سبحانه يقول للشيء كن فيكون، وأنت اصنع ما عليك من أسباب. هذه أمنا هاجر ما بين الصفا والمروة 7 أشواط، تظن أن بالسراب أن الماء هناك، تذهب إلى المروة ثم تعود مرة أخرى، ثم بعد ذلك صنعت يا هاجر ما عليك، فعلت الأسباب التي في يديك، ينزل جبريل لتخرج وتنبع زمزم، لا عند الصفا ولا عند المروة. فالله يستجيب دعائك على الطريقة التي يريدها هو، لا على الطريقة التي تريدها أنت، وبالمنطق الذي يريده هو لا بالمنطق الذي يريده أنت، وبإرادته سبحانه وتعالى هو لا بإرادتك أنت. فإرادتنا محصورة وضيقة، لكن إرادة الله شاملة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا توحيدا خالصا، وأن يفرج عنا بعد الشدة، وأن يفرج عن إخواننا، وأن يرحم شهداءنا، ويشفي مرضانا ومصابينا، وأن يؤويهم رب العباد، وأن يؤتيهم من فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.